بوسط نهاركم مزيان. دونك انا غادي نستعمل هاد لو ماسك هذا افون دو بروندر ما دوش ديال لا مارك 7 هيفن. انا ديجا كان عندي بزاف ديال لي ماسك من هاد لا مارك هادو. عندهم دي ماسك بوغ لو فيزاج, دي ماسك بوغ لي شوفو, كاين اوسي بحال هاد لي كريم هادو بوغ لي بي اي لي مان بوغ ليدراتاسيون. دونك غادي ندير هاد لو ماسك هذا وميل. الطريقه اللي كنستعمل بها هاد لي ماسك هادو, كنفزك شعري وكان ابليكي لو ماسك من لي غاسين حتى لي بوينت, ومن موراها كنخليه واحد 10 مينوت ابري كندخل ناخذ ما دوش. دونك هذا فيه هاد الاويل هذا وفيه الهاني العسل وفيه الكوكونات اويل, دونك مزيان بزاف الشعر المضرر باش كيضغطي دوك لي بوينت هادو. لي في لي ما كيعرفوش لي بري ديال 7 هيفن, لي بري ديالهم رخاصين بالنسبه للنتيجه اللي كيعطيو. لحقاش انا ملي كنابليكي لي ماسك ديالهم يعني كنغسل شعري كنحس بديك الرطوبيه في الشعر. دوك هادي هي اهم حاجه, انه شعرك يعني يخرج رطب وتحسي بانك درتي ان ماسك وعطى المفعول ديالو. اليوم درت هذا ديال العسل, مي راه كاين بزاف, كاين ديال الكوكونات اويل, كاين فريمون بزاف. كل نهار غادي نوريكم فوق, ماشي كل نهار فوق ما غادي نابليكي شي ماسك ديال 7 هيفن غادي نوريكم. وهاد الباتشز هادو ديال شاربون فيهم ثلاثة, يعني نستعملهم مرة الاولى الثانية والثالثة. هما باتش بيوريفيون او شاربون, بيسكو غادي ندير ان سوا, غندير ان سوا كلو ديال فيلوركا وغادي نستعمل هاد الباتشز هادو. هذا فيه دو زون ان فوت سوك فوت لوشن, وكتحلو من هاد البلاصة هادي وكديروه في الماء وكتدخلو جليكم باش بوغ افيفي لي بي فاتيكي. و ابخي كتابليكيو هاد اللوشن هادي باش كتيضغطيو لي بي ديالكم وكيكونو بيان بيان ايضغطي. فزكت شعري شوية, حيدت لي ماسك كيجي بحال هكا, كتاخدو شوية كتشوفي ريحة ديال العسل دير بحال هكا, ونبدا كنابليكي في لو ماسك. نبدا من لي بوانت وانا طالع, عرفتو شكون بحالي, عرفتو كنبقى ندير ماسك ولا سوان وجهي ولا ماسك لشعري فغيمون كنحس بالراحة. دابا غادي ندير سوان جالي داكوغ الوجه, ومنين غادي ندير الباتشز غادي نوريكم. دونك غادي نحل هاد الباتشز هادو, كيما قلتلكم فيهم ثلاثة بحال هاكا. البنات اللي غادي يسولوني على لي بخي تقريبا كلهم مفيهمش 30 درهم. غادي نحل هاد هاكا, كيجيو بحال هاكا باش نديرهم بحال هاكا. غنديرو شوية د الماء باش يلصق, وابخي نديرو هاكا ونخليه عاد نحيدو.